في بالقواعد نكشات، بس الحمد لله عرفنا نحلهم. بشكل عام كانت وسط، يعني بيحل الطالب الوسط وبيحل الطالب المتميز. امتحان اللغة العربية اليوم آخر مادة لطلاب التاسع، كيف كانت الأسئلة؟ سهلة صعبة؟ جينا نشوف آراء الطلاب بالنسبة للأسئلة. خلونا نشوف شو كتبت اليوم. الحمد لله منيح، كويسة أسئلة. كويسة؟ ما في شيء صعب؟ في بالقواعد المحسنات البديعية. يعني شقد عليها كم علامة السؤال الصعب؟ درجتان، تنتين. عرفتون لا ما عرفتون انت؟ لا ما عرفتون. شقد تقريبا بتجيب اليوم بالعربي؟ 50-51 هيك. اي موضوع اخترت؟ غزة. يعني بشكل عام كانت الاسئلة شلون؟ هين كتير، بس لو مركزين شوي على الكذا كنا حلينا منيح. الحمد لله تمام، كانت الاسئلة كتير سهلة. وانت كيف كتبت؟ كتير سهلة. مين اشتهد انت اللي هو باعتبارك انت توأم؟ احيانا انا احيانا هو. كويس، اليوم مين انت اللي هو؟ نفس الشيء، كتبت على الام. وانت؟ كمان على الام. ما شاء الله، يعني كأنكم متفقين يعني. لا يعني 59 بترحل علامة بس على سؤال. ما شاء الله كويس، وانت كمان؟ ان شاء الله 60. ما شاء الله، كل المواد هيك لبس اليوم؟ لا احيانا هيك احيانا هيك، بس اكثرين يعني فوق علامات كويسة اكثرين. والله كم سؤال جاي مثل ما متوقع. شلون كتبت؟ الحمد لله كويس. كويس الأسئلة، بس عنا خطأ بالإعراب. خطأ واحد بس. أيوة. في شيء نكشات هيك صعبة؟ والله ما في شيء، أسئلة شاملة سهلة. وسط يعني، ما أنا سهلة ولا أنا صعبة، وسط. على الدرس كل شيء سهل. يعني في شيء سؤال بيميز المجتهد؟ إيه في. في إني راعوا كلياتهم، مضعيف وأنت نازل. والله كانت متوسطة، يعني هي سهلة ومتوسطة صارت. بالتوكيد. كان سؤال يعني أنا ما بعرف لحد الآن إذا أنا مخربط فيه ولا لا. أسئلة طويلة إلا عادية؟ في منها الطويلة وفي منها العادي، يعني كان في مثلا طويلة وكان في عادي. والله كانت كتير سهلة، إن شاء الله باخد 55. أسئلة مي هنا أسئلة يا أستاذ. يعني ختامه مسك اليوم؟ أيوة، يعني اليوم الأسئلة حماس 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 اليوم. ما في شيء صعب، ما في شيء. أعوذ بالله. يعني الأسئلة إجت مثل كانت المتوقعة تماما، يعني توقعوا ان قصائد يعني ايش نفسها، يعني رسول الهدى وقيم اجتماع ايش رسول الهدى، الاعراب القواعد كله، الاعراب وسط، يعني كل الكتاب الاسئله شامله بشكل عام، يعني جايبين من كل الكتاب، ما في تقريبا درس الا ما جايبين منه، اسئله شامله من كل الكتاب. والله الحمد لله كويس. قد بتجيب تقريبا يعني؟ بجوز 40-45 هيك. في القواعد بس شويه صعوبه. اكيد يعني راح يكون في اسئله صعبه، مايل للصعوبه شوي. هي بتميز المجتهد، يعني هي اسئله سهله مايل للصعوبه شوي. لا والله تمام، ماشي الحال، عرفنا نحل، حلينا كل شيء. كل شيء حليت؟ اي موضوع اخترت؟ الثاني تبع غزه نعرف عنه اكثر، يعني عندنا فكره عليه. موضوع الام يعني في كمان فكره، بس هذاك في يعني فكر اكثر، يعني اكثر ايش في بالقواعد نكشات، بس الحمد لله عرفنا نحلهم. الحمد لله ان شاء الله بتوقع من 55 ل 60. والله الحمد لله كلهم بعرفون وكلهم ما حد يسك ولا حد يتلبك، كله عم يكتب ايده ماشي. ايش بتوجهي كلمه للكتب الاسئله؟ الله يعطيه العافيه والله ما صعب علينا طويل، رعانا. الحمد لله كانت الاسئله سهله جدا، واضحه، ما فيها لا غموض ولا تعقيد. الله يعطيها الف عافيه، انه اسئله واضحه جدا، لا غموض ولا تعقيد، سهله ولا اسهل من اي. شو كتبت بباقي المواد؟ الحمد لله منيحه، الحمد لله متوسطه ومايله للسهوله. في شيء من برا الكتاب من برا من هذا؟ لا منيح الحمد لله، كلهم يعني من المخصص من قبل الكتاب. في مفرده بالسؤال الاول من برا الكتاب، في شيء سؤال؟ لا ما في شيء، بكون الخطا منه وتقصير منه، ما في شيء. لا منيح الحمد لله، شفت زملائي كويس منيح، شايفين الكل مبسوط اليوم يعني؟ ايه منيح الحمد لله، اليوم الكل مبسوط لقيته، ما حدا توقع هيك اسئله كويسه منيح. ايه والله كنا متوقعين اصعب من هيك، انا وقت دخلت على القاعه كنت متوقع اصعب، بس وقت طلعت شفت الاسئله كانت منيحه متوسطه الحمد لله. الحمد لله الاسئله كانت سهله ويعني ما كثير صعبونا فيها. والله ما راجعت الورقه لسه، يعني لحتى اروح على البيت بشوف الكتاب اذا عندي اغلاط او لا. والله الحمد لله. شلون كانت الاسئله؟ متوسطه، يعني بين السهله والصعبه، يعني في اسئله للطالب المتميز وفي اسئله للطالب الوسط. يعني بشكل عام كانت وسط، يعني بيحل الطالب الوسط وبيحل الطالب المتميز. المواضيع لا سهله جايبين السير الذاتي سهله كمان، يعني الكل متوقع السير الذاتي جايبين. والله متوسطه، لا صعبه ولا سهله. شلون كتبت انت؟ الحمد لله. اصعب الشيء تقريبا بالسؤال الاول تبع المقال والطلال، لأنها ما أخذينه. والله ما بعرف، في اللي أنا كتبت كويس، في اللي ما كتبت كويس، يلي درس كتب، يلي ما درس ما كتب.
بشكل عام الأسئلة يعني كلها من منهاج شاملة؟ كلها شاملة وسهلة. باخذ 59.5 ل 60. ممتاز ما شاء الله كويس. انا راحت لنص بالاعراب. يعني ما هو الأد الأسئلة صعبة يعني، لا سهلة جدا جدا يعني، جابوا لنا اسهل قصيدة. مثل ما شفنا هيك كانت آراء الطلاب بالنسبة لآخر مادة اللغة العربية. بالتوفيق والنجاح لكل طلابنا في الشمال المحرم.